أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل النفس بغير حق. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى روايتيه: القاتل لا توبة له. ومعنى هذا الكلام مع أن له رأياً آخر مع جمهور السلف من أن صاحب الكبيرة مصيره إلى الجنة وأنه تحت رحمة الله عز وجل، فقد يدخله الجنة قبل أن يعذبه على هذا الذنب العظيم. لكن في إحدى روايتيه قال: القاتل لا توبة له، ليس معنى هذا أنه خالد مخلد في نار جهنم، وإنما مقصوده كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن القاتل إن تاب فإنه إن قتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، حق الأقارب، حق هذا المقتول. فالتوبة الصادقة ترفع حق الله عز وجل تفضلا منه، أما حق هذا المخلوق فلا بد أن يأخذه. وكيف يأخذه؟ يأخذه من حسناته. قال رحمه الله: ولذا رأى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لن يبقى شيء من حسناته، يعني من الطاعات لن يبقى شيء منها، لأن الله عز وجل جعل قتل النفس بعد الشرك بالله عز وجل، وبالتالي فإنه يعذب ثم يكون مصيره إلى الجنة. فانظروا كون هذا الرأي يصدر من ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ماذا؟ يدل على خطورة قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها.